تزايد انتشار داء السمنة في عصرنا الحديث بين الكبار والصغار، ويعاني البعض من السمنة بسبب سوء عملية حرق الدهون والتي تسمى علميا بعمليات الأيض الغذائي. بفقرتنا لليوم من بيت مونيا رح نحكي عن عمليات الأيض الغذائي واختلافها من إنسان إلى آخر، وعن الأطعمة التي تؤثر سلبا أو إيجابا فيها، وكيف يمكن تسريع عملية حرق الدهون. هيدي كتير مهمة هلا بالنسبة للصبايا اللي عم يشوفونا. لنحكي أكثر بهذا الموضوع بدنا نرحب باختصاصية التغذية رولا علوش. يا أهلا وسهلا. مساء الورد. أهلا وسهلا يا رحلة إيهم. أكيد رح نحكي كتير بهذا الموضوع، بس خلونا نشوف الإنفوغراف التالي ونرجع. بداية إذا فينا نعرف أكثر عن عملية الأيض الغذائي أو حرق الدهون. هلأ هي إلى أكثر من مسمى، ممكن يكون اسمها الميتابوليزم بالإنجليزي أو الاستقلاب أو الحرق أو الأيض. فأي كلمة بتطرق أو بيتم يعني قراءتها فهي بتأدي لنفس المعنى، واللي هي عبارة عن مجموعة من أو سلسلة من العمليات الكيميائية اللي بتصير جوا أجسامنا لما الجسم بيبدأ يحول الغذاء اللي بيدخل على الجهاز الهضمي لطاقة. وهي الطاقة بتروح بقى للخلايا وبتروح للعمليات الحيوية اللي هي التنفس، عملية الهضم، الإطراح، كل أنواع أو حتى عملية دوران الدورة الدموية. كل هاي العمليات تحتاج إلى طاقة بجسم الإنسان، فعملية الأيض أو الحرق هي جزء، أو الاستقلاب هي جزء مهم جدا من العمليات اليومية اللي بتحدث داخل جسم الإنسان، ومهمة جدا حتى لأنه الإنسان فعلا بيقدر ببعض الخطوات يرفع شوي من الحرق بجسمه. حلو. شفنا بالإنفوغراف أطعمة بتحفز على عملية الأيض الغذائي، لو نقدر نفصل فيها أكثر ونعرف شو هي. جميل جدا. هلأ فعلا يعني يمكن الناس حتى كتير انتشر عندهم أنه شراب شاي أخضر، شراب مي وليمون بيرتفع الحرق عندك. فعليا الدراسات بتقول أنه في بعض الأطعمة ممكن تساهم بنسبة قليلة جدا برفع الحرق. يعني خلينا نقول إذا شخص بده يخسر وزن ممكن يكون عنده 80% إذا أكل صح، وخلينا نقول 10-15% رياضة إذا لعب رياضة، في 3-4% أو 5% كحد أقصى أشياء بتساعد شوي على رفع الحرق. فالناس شو بيعملوا؟ بياخذوا من 5-10%، يعني الرياضة من 15-20%، بس احنا بنقول إنه في نسبة بسيطة. أي نعم الغذاء أكثر تأثير على الجسم، 70% أو 80% من الغذاء، والرياضة هي 20%. يعني هذول اللي بيرقدوا على هي الآلة 10 دقائق أو نص ساعة ما بيحرقوا، من يعني خلينا نقول التأثير العام كنسبة مئوية 20-30% تأثير الرياضة، والغذاء له تأثير 70%. يعني الشخص اللي بيلعب رياضة وما بيعمل دايت وبضل عم ياكل فاست فود وما منتبه لغذائه ممكن يثبت وزنه وممكن ينحف، بس كتير قليل. لكن اما الشخص اللي بيوازن يعني هو بده يوصل لهذا الشغله انه كل اللعب اللي عم تلعبه ما بيثبت وزنه. فعليا عاده بيثبت الوزن، وبيقولوا لي كتير انه انا كتير عم بلعب رياضه بس وزني ثابت. لكن اللي بيأثر على الحرق ممكن شوي يزيده هن 3-4% كحد اقصى، وبيكون مثلا بعض انواع المشروبات مثل مثلا الشاي الاخضر. بس الدراسه مثلا بتساعد، يعني بتساعد الشاي الاخضر بيساعد، حتى بعض انواع البهارات مثل القرفة مثلا والفلفل الاحمر ممكن شوي يساعد، ولكن بنسب كثير طفيفه. حتى بقول لهم انه يعني نحن شو بنعمل، بيروحوا بياكلوا منسف وكبسه واكلات دسمه وكباب ومحاشي، وبعدين شو بيعملوا؟ بيشربوا شاي اخضر. ليش؟ مشان نحرق، انه حرقنا بيقولوا هن. فعليا اصلا هن بيريحوا بس ضميرهم ما اكثر. تماما. هي يعني فعليا حتى دراسه بتقول انه الشاي الاخضر اذا اقترن بوقت الرياضه هو اللي بيساعد على رفع الحرق وليس لحاله. نفس الشيء بالنسبه للقهوه حتى كمان اذا اقترنت مع وقت الرياضه بتساعد كثير على رفع الاداء الرياضي وبالتالي رفع الحرق.
الحرق. هلا صار شويه لبس بين الهضم والاستقلاب، في شغلات بيقولوا انه بتساعد على الهضم، هل هي نفسها بتساعد على الاستقلاب؟ لا، مثل الصودا او المياه الغازيه. لا لا طبعا، اصلا يعني هي الصودا والمياه الغازيه ما بتساعد على الهضم، هي فعلا من الشائعات الخاطئه يعني عند الناس انه والله اشرب يعني صودا بعد الاكل او اشرب مشروب غازي بعد الاكل عشان تهضم. فعليا هي بس بتساعد على اخراج هواء من المعده ولكن لا تساعد على الهضم، بالعكس ممكن تعمل عسر هضم. فلا، الافضل انه ما يلجأ للانسان. الشيء ممكن يساعد او يخفف من عمليه الهضم، اذا مثلا انسان في بالوجبه كان في بقوليات، ممكن ياخذ ليمون مع كمون، مشروب دافي كمون. ممكن كميات من الماء بشكل كتير كبير بتساعد على فكره على الهضم، لكن مو فورا بعد الوجبه، بعد بساعه يبدا يشرب كميات كثيره من المي، بتساعد كثير. والحركه يعني عاده احنا بعد الوجبات الثقيله بساعتين بكثير بفضل انه الانسان اذا حس حاله متضايق يطلع ويعمل رياضه او يتحرك لمده على الاقل 30 دقيقه من المشي لحتى يبدا الهضم يصير منيح. اما الاستقلاب لا، الاستقلاب هو داخل بيحدث داخل جسم الانسان مو بالجهاز الهضمي فقط، بيحدث داخل كل العمليات الحيويه اللي موجوده بجسم الانسان. وفعلا في بعض الامور اللي فعلا ممكن تساعد غير المشروبات اللي ذكرناها، مثلا القرفه بتساعد فعلا، الليمون ممكن يساعد، ومثل هدول مساعدات يعني هيك ولكن خلينا نقول 2 او 3% انت ذكرتي انه الغذاء بيلعب 70%. طبعًا. كيف يعني الغذاء؟ الغذاء لما الإنسان بيكون عم يأكل صح، عم يتناول وجبات متوازنة متكاملة بين أنواع المجموعات الغذائية الخمسة اللي هن البروتينات، الفيتامينات والمعادن اللي عم يأخذها من الخضار والفواكه، الألبان والنشويات وحتى الدهون، لما عم يساعد على احتراق الدهون أو يساعد على عدم تراكم الدهون؟ بيساعد على الاثنين. بيساعد او اذا عم ياخذ كميه كالوريز مناسبه لجسمه، يعني شخص اللي احتياجه 2000 كالوري عم ياخذ 2000 كالوري هذا وزنه رح يثبت اللي هو لانه هيك احتياجه. اما اذا عم ياخذ 1500 كالوري او 1500 حراري هون وقتها الجسم خلص هو محتاج طاقه، هو لانه محتاج 2000، فشو بيعمل وقتها الجسم بيحرق. فبيروح للخلايا الدهنيه ويبدا يفككها وبالتالي بينزل الوزن. فنحن اذا انا منظم غذائي عم بلعب رياضه على الاقل 3 مرات بالاسبوع، كل مره فيها نصف ساعه مشي سريع، ممكن كتير يساعد. الامور الثانيه اللي بنعملها مثل شرب الشاي الاخضر هيك، حتى انا مثلا بالدايت او بالرجيم عاده بحط مثلا شاي الاخضر كاقتراح، وبقول لهم هذا ليس الزامي، للي بيحب يشربه بيقدر يشربه، لكن ليس الزامي لانه فعليا هو تاثيره كتير طفيف. طيب الاستقلاب او الحرق يختلف من شخص الى اخر. طبعا شو طبعًا. السبب ها هون بقى كتير اسباب. اولا الوراثه، يعني نحن العامل الوراثي فعلا له اثر كتير كبير يعني اللي يأثر انه الشخص فعلا بيحرق كتير او لا، كجسم بيحرق او لا. بس في نقطه مهمه انه الناس بتقلك انه انا وراثيا جسمي ما بيحرق، انا مثل اهلي، لكن فعليا اللايف ستايل كثير بيأثر بشكل ايجابي او سلبي على الحرق. يعني انا اذا شخص عندي وراثه من اهلي ما في حرق عالي، لكن انا بقدر كشخص غير من الـ يعني ستايل اللايف ستايل تبعيتي، وبالتالي بقدر فعلا ارفع الحياه الحرق. يعني بقدر حتى الانسان يرفع الحرق عنده. طيب ونسبه العضل، يعني في ناس هي وحده من العوامل فعلا وراثه، وايضا نسبه العضل اللي موجوده بجسم الانسان. هي العضل يمكن اهم نقطه اذا بدنا نقول الحرق كيف بزيد، بدنا نقول الجواب هو العضل قولا واحدا. الشخص الرياضي بتلاحظ زياره الرياضيين اللي عندهم عضلات كثير كبيره بتلاحظي انه بياكلوا كميات كبيره من الاطعمه، صحيح، ومع ذلك بضل عندهم وجسم طبيعي وصحي وما عندهم أي مشكلة بالدهون. ليش؟ بسبب وجود العضل. العضل عادة بيحتاج كمية كالوريز 10 أضعاف الدهون، يعني الدهن اللي موجود بجسمنا بيحتاج كالوري عادي، لكن 10 أضعافه بيحتاج العضل. فبالتالي كل ما كان احنا عضل عنا عالي كل ما قدرت ايوه بالضبط احرق اكثر، وبالتالي حتى لو اجتني هي الايام اللي فيها عزايم سفرات نزهات ممكن خبصت فيها شوي حتى لو خبصت ما حيأثر على وزني. في ناس بتقول لك انا بسرعه بسمن، شو السبب؟ بيكون ما عندهم عضل كافي، عندهم دهون عاليه، وبالتالي اي لقمه بياكلوها زياده عن احتياجهم فورا بتتحول لدهون. شباب الكنترول انبسطوا، اللي عنده عضل فعلا بيستفيد، وبتلاحظي انه دائما بيقول لك انه انا ما بسمن قد ما اكلت ما بسمن، لانه هو عنده عضل كافي يعني. طب بالنسبه للشباب، بالنسبه للبنات نفس الشيء حتى يعني. ها هي في نقطه كثير مهمه هون، ايها البنات تجمع بخافوا من شغله العضل. دائما انا لما بقول انه بدنا نزيد نسبه الكتله العضليه وبقول للسيده مثلا الا لازم نزيد كتله العضل، كثير بتخاف انه لا انا بده يصير شكلي رجولي او لا. طبعا اكيد بطمن يعني اي حدا من السيدات اللي عم يشاهدونا انه مستحيل تزيد الكتله العضليه بطريقه كثير كبيره وتتحول لشخص مفتول العضلات، لانه في محفزات الا اذا كنتي عم تاخذي ابر او عم تاخذي هرمونات او عم تاخذي كثير بروتين عالي، وهذا الشيء مستحيل يصير. لكن العضله نعم تكبر وبصير شكلها حلو ومتناسق، وبالعكس الجسم بيشد. فلا تقلقوا ابدا من حتى رفع الاثقال الخفيفه اللي هي 3-4 كيلو،
ما تعتبر من الأثقال العالية، وبالعكس بشجع على أداء رياضي بالنسبة للمقاومة، رياضة المقاومة على الأقل من 2 لـ3 مرات بالأسبوع لحتى تلاقي السيدة فرق بعد فترة. حلو، هذا بالنسبة للجنس. بالنسبة للعمر، نعم هلأ كل ما الإنسان تقدم بالعمر وخصوصا من بعد عمر 40 عادة بيصير في فقد بالكتلة العضلية. فشو اللي بيصير؟ بالتالي بتقل السعرات الحرارية اللي أصلا بتلزم لجسم الإنسان، ولأن العضلات عم تفقد فبالتالي بيصير في تراكم بالدهون أكثر إذا كان الأكل غير منظم، وبالتالي للأسف بيصير الحرق أبطأ عند السيدات تحديدا. عند الرجال عادة إذا كان شخص هو رياضي، وحتى على فكرة السيدات كتير يعني فترة من 20 لـ40 هي فترة عمر الشباب بتأثر كتير في بعد 40، فعلى طول بقول لهم هي فترة الاستثمار الحقيقي، إنه الإنسان بيقدر فعلا يعني إذا اعتنى كتير بغذائه برياضته بعد 40 بيضل شكله أول شيء أصغر من عمره، ثاني شيء بيضل عن جد الحرق عنده عالي وما بيدخل بمشاكل، خاصة السيدات بعد عند انقطاع العادة الشهرية من بعد سن 45 ممكن أكثر يتعرضوا لتراكم بالدهون بسبب قلة هرمون الاستروجين عندهم. فبالتالي نعم كتير لازم يكونوا حريصين بهي الفترة أنه يلعبوا رياضة بشكل كافي ويرفعوا أثقال حتى بهذا العمر، لكن أثقال ما تكون طبعا كتير ثقيلة. فإذا بيأثر العمر بتأثر الوراثة، لكن أكثر شيء شو بيأثر؟ طريقة الحياة. طيب وبالنسبة للمشاكل الصحية اللي عنده أصلا هو مشاكل صحية ممكن تأثر على موضوع الاستقلاب أو أمراض مزمنة مثلا؟ هلا شو اللي بيأثر على الاستقلاب مثلا أو الحرق؟ فعلا ممكن يأثر مثلا نقص فيتامين د. ليش؟ لأنه هو فيتامين د بيساعد كتير على أنه الإنسان يكون بطاقة ومزاج جيد ونشاط، فبالتالي الشخص المسترخي والكسلان كل يوم ما قادر يمارس نشاطه وما قادر حتى يلعب رياضة بشكل كافي ممكن جدا يأثر هذا على الحرق عنده. فنعم تحليل فيتامين د، تحليل حتى B12 B12 هو واحد من الفيتامينات اللي بتساعد على إنتاج الطاقة بجسم الإنسان، فنعم كمان ممكن تأثر بشكل سلبي. واستعمال أدوية؟ أي أدوية ممكن يكون لها آثار جانبية مثل الاسترخاء أو الكسل أو النوم الطويل مثل الأدوية اللي عقب العالم يعني العلاج النفسي ممكن تأثر على طاقة الإنسان وعلى حرقه. فهون بده يكون الذكاء من الطبيب اللي عم يوصف الأدوية إنه قد بده ينبه الشخص اللي عم ياخذ هذا الدواء إنه قد أنت لازم تهتم بغذائك، تهتم يعني بأوقات نومك وأوقات الاستيقاظ، وحتى إذا فيه هو عنده وزن زائد لازم يخسره بالاستعانة بأخصائي تغذية لأنه كتير بيأثر على حالته النفسية. الشخص اللي عنده وزن زائد أصلاً بيكون متضايق من شكله، من اللبس، من تعليقات الناس، فكتير ضروري إنه العلاج يكون متكامل وإنه فعلاً يساعده. طيب. على خسارة الوزن. آخر شيء بالنسبة للي عمرهم فوق 50 سنة وما بيلعبوا رياضة، ما بيقدروا يلعبوا رياضة، كيف ممكن يحرقوا الدهون الزائدة؟ ممتاز هذا السؤال والله مهم، لأنه فعلياً في أشخاص ما بيقدروا يلعبوا رياضة، على الأقل يعني هاي المينيموم الحد الأدنى بده يكون في مشي 3 مرات بالأسبوع، 30 دقيقة في كل مرة، يعني المجموع العام 150 دقيقة في الأسبوع. هي بس حتى نحافظ على حرق متوسط، وعلى فكرة هي 30 دقيقة 3 مرات بالأسبوع بتزيد نسبة الحرق 20% بجسم الإنسان كل ما مر وقت أكتر بالرياضة، فكتير ضروري يعني على الأقل هي الرياضة الخفيفة اللي هي ما بتأثر. إذا ما عندهم مشكلة إذا عندهم مشكلة بالركب وقتها بنحولهم لفكرة السباحة لأنه هي بتكون أو العلاج الفيزيائي لحتى يتعالج، لكن ضروري حتى بهي الفترة يكون في نوع رياضة على الأقل، ونظام غذائي أكيد يعني هي أكيد بالضرورة إنه يكون في نظام غذائي حتى يأخذوا بروتين كافي، لأنه كتير أحيانا منهم بنقصوا بروتين بأكلهم. وعلى فكرة البروتين يعني أخذ عنصر البروتين بشكل كافي بيساعد على الشبع أكثر وبالتالي بيساعد على الحرق لفترات أطول، فكتير ضروري إنه شخص ما يقفي أبدا، يعني مثلا البيض، الأجبان، الألبان، البقوليات، وحتى سمك أو دجاج أو لحمة على الفطور والغداء والعشاء تكون متوافرة. طبعا البيض والأجبان على الفطور والعشاء، لكن بس كتير ضروري إنه ما تنقص أبدا البروتينات خلال اليوم مشان موضوع الحرق ما ينقص أبدا. نشكرك اختصاصي التغذير والعلو، شكرا جزيلا. شكرا للمعلومات اللي قدمتي لنا إياها، وشكر موصول لكل اللي كانوا معنا بحلقة اليوم. تذكركم إنه بتقدروا تزوروا موقعنا على الإنترنت سيريا.تي في وعلى منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام. شوفونا بكرة بنفس الوقت، إلى اللقاء.